إذا متى سنشاهد في نشاهدك في رشيد شو، وما هي الإضافة من البرنامج، وهل متطوع أن أدفع لك مقابل الاستضافة وشكرا؟ إذا أوكي أخي حسن، متى غدا أعتقد ظهر، قال لي صديقي أنه ظهر إشهار على أساس غدا، الله أعلم، غير متأكد من هذه المسألة لأنني لم أشاهد الإشهار في التلفاز، ولكن قال لي صديقي أنه شاهد الإشهار، وبالتالي فغدا إن شاء الله في حلقة غد. ما هي الإضافة في البرنامج؟ البرنامج صراحة يعني يعني كتجربتي، أتحدث عن تجربتي، يعني المقدم كما كنقولوا كبر بينا، احترام كامل لجميع الضيوف، يعني في قالب هزلي بطبيعة الحال ومرح، يعني لم يعني بدون يعني نوعا ما المساس بكرامة الضيف، يعني كان يعني برنامج رائع، يعني الناس التي نوعا ما يمكن أنها تهاجم هذا البرنامج يعني أو عندها بعض التعقيبات، أعتقد أن البرنامج يعني في نسخه الجديدة تغير، تغير بنسبة كبيرة جدا، يمكن أن الأخ رشيد أخذ يعني بالانتقادات البناءة، لأنه أنا أتحدث عن تجربتي، وحتى يعني عندما رأيت هناك أطفال، يعني الأطفال الذين قام بدعوتهم ذلك الأخ المبرمج وما إلى ذلك، فأعتقد أن البرنامج يعني كمحتوى يعني أصبح نوعا ما مختلف يعني بشكل كبير عن رشيد الشو في النسخة السابقة، وهذه المسألة يعني أنا شخصيا يعني أكون معكم صريحين، يعني أنا بالنسبة لي النسخة السابقة لم تكن بالنسبة لي أي مشكلة، يعني عادي، يعني غير هو فقط أنا كنت نشوف دوك الانتقادات ديال أنه لا بنادم ما ياكلش الحار وهذاك الشيء، يمكن الأخ رشيد راه خدها بعين الاعتبار هذه المسألة، حنا بعدا ما كلينا لا حار ما كلينا حار ما والو، يعني الأمور دازت بخير وعلى خير، وكما قلت لكم يعني دائما ذاك القلب الهزلي اللي معروف على السي رشيد. واش خلصونا؟ لا ما خلصوناش، ما خدينا حتى شي حاجة أخويا.